وقفات مع عامر. حياكم الله وهلا بكم. الفن يجمعنا لأنه الفن لغة الحياة. فاليوم حنا عندنا تغطية جميلة لبعض طالبات خريجات جامعة الأميرة نورة اللي هي الفنون البصرية. فخلنا نشوف مع بعضنا إيش مقدمين من مشاريع جميلة مبهرة وملهمة لمستقبل الفنون في مملكتنا الغالية. تفضلوا ويانا. ما أجمل أن نأخذ جزء من هوية وطننا الغالي بالمجسمات المحتات للطالب المتخرج كجزء من إلهام جميل للمستقبل الفنون البصرية. إلاف الفاقية، حياك الله إلاف. الله يحييك. إلاف، أنت جسدتي المرأة السعودية معظم مناطقها أو كلها تقريبا بإذن الله، إنما كل شخصية أحس في لها هواية هوية مختلفة عن الثانية. كيف جاتك الفكرة؟ الفكرة بدت لما شفت الاحتفالات باليوم الوطني وحسيت انه احنا نسوي انجازات كثير، ليه ما حد يحتفل فينا احنا كاشخاص؟ احنا قاعدين نسوي الانجازات، نستحق بالاحتفال. يوم التأسيس، كيف نحن نلبس لبسنا القديم، نلبس لبس ثقافي، كيف انه من اجيال من زمان واحنا نلبس نفس اللبس، كيف نحن فخورين فيه، نستحق ان احنا نفتخر زيادة، احنا قاعدين نسوي شيء رائع. فحبيت اول شيء اسم العمل احتضان وطن. ليش احتضان؟ انه الاحتضان يحتاج شخصين عشان يكتمل، زي ما الوطن يحتاج أرض يحتاج شعب. فحبيت أني أجسد مشاعرنا إحنا تجاه الوطن. أول شيء هي مجموعة من المحوتات من كل منطقة، في هنا جنوبي، الغربية، الشمالية والشرقية. والشرقية عكس الفكرة، على فكرة أبدعتي فيها، جميلة حتى كيف أنا حطيت احتضان الوطن وحطيت الجزئية الأرضية معها، مع الإي وضبط مع الهوية المرأة السعودية والبنت السعودية بشكل جدا جميل. كم لك كنت تفكرين بحاجة؟ اللي يعجبني في بنات نورة أنه دائما يفكرون خارج الصندوق، فجالسة تعطيني ابتكار جميل، فكرة جميلة. الصندوق ما يكفيكم. الصندوق ما يكفينا. شفتوا من الطموح أكثر من عالي، فما شاء الله عليك. هو صراحة قعدنا شهرين وإحنا نفكر، بس هو بالأساس أنا كنت أرسم صديقاتي بنفس الأسلوب، كنت أقول طيب ليش ما أستخدم ذا الأسلوب في النحت؟ أنا أنحاتة، أنا أستحق إني أنا أحط أشياء كثير بنفس أسلوبي عشان الناس يعرفوني. استخدمت الخزامة، الخزامة معناه الإيجابية، الثقة، التفاؤل، هذه مشاعرنا إحنا تجاه الوطن. حبيت إنه يكون شيء مننا وفينا، الأرض من أرضنا وفينا لنا. هنيك على هاشتين، على عملك الجميل وروحك المليانة فايبس، مليانة طاقة إيجابية ما شاء الله عليك. يعطيك العافية، أتمنى لك التوفيق. شكرا، تسلم. نشوفك قريب في المعارض الفنية إن شاء الله. ليش لا؟ نتقابل مرة ثانية. إيجابيات. نرجع نقول من جمال الفنون البصرية كيف نعطي معنى لمجسم شافته أجمل مما تخيلناه. الطالبة إحسان الجاني أبدعتينا يعني بصراحة. أنا عاجز على الكلام بس بخلي كلماتك هي تعطي المتلقين كيف شفتي عملك. يعطيك العافية أستاذ عامر. أنا حبيت أجسد النظرات المبهمة من الناس اللي أحيانا حتى ممكن ما نعرفهم، لكن في لحظة يعطونا نظرات بدون تعابير في الوجه، يعني تكون واضحة إنه إيش يقصدوا فيها. فحبيت أجسد الموضوع هذا بحيث إنه نجلس نتفكر إيش ممكن يكون مقصدهم أو إيش يعني ممكن يسبب تأثير في أكثر من شخص، ومن شخصية لشخصية تفرق يكون فهمهم للنظرة هذه. طب أنا إيش خاطري سؤال؟ معروف إنه أي شخص لما يعمل فني
في حاجة داخله كنوع من التعبير بيطلعها. هل صار لك موقف معين أو شفتي حاجة معينة ألهمتك بفكرة المجسم هذا؟ الصراحة أنا كنت يعني مهتمة برسم الوجوه وما إلى ذلك، فكانت بداياتي في النحت هذه المنحوتة من أول يعني ما تخصصت المجال هذا، فقلت ليش بدل ما أرسمها أعملها منحوتة في نفس الوقت يعني أعبر عن المعنى هذا اللي هو النظرات المبهمة للناس. الحين هذا يعني خلال مسيرتك في الجامعة نعتبر كم عمل سويتينه قبل لما وصلتي للمهنة؟ عملين كاملين بعده هذا العمل الثالث. هذا يعتبر تخرج النهائي؟ أنا صغيرة كنت مهتمة في الحاجات الصغيرة اللي أعملها اليدوية وهذا، فالحمد لله تخصصت في المجال اللي أنا من صغري وأنا يعني حبته. هل نقدر نقول أنه الوالدين الله يحفظهم دعموك بطريقة ما؟ أكيد أكيد مرة كثير، يعني لولاهم أكيد ما راح أوصل يعني ولا نص الحاجة اللي وصلت لها اليوم. هذا اللي نقوله أنه لما يكون الوالدين داعمين أساسيين فمر موضوع دعم المواهب الفنية، وهذا اللي شفناه مع الأخت إحسان. ملك توفيق وإن شاء الله منها للأفضل بإذن الله. يعطيك العافية. شكرا لك. عمل فني جميل أكست له هو صاحبته أنه كيف حولنا لـ 3D بصورة جميلة جدا مع الطالبة ريف إبراهيم. حياك الله ريف. الله يحييك. يا هلا. أنا جالسة أشوف هنا أشياء جميلة ريف. حولت أني أحط النظارة، بس طبعا النظارة ما تبقى مع الكاميرا، بس تعطينا فكرة أنه كيف جت الـ 3D في الصور لو سمحتي. أولا العمل بعنوان بصيرة، العمل مكون من 5 لوح زي ما احنا شايفين، كل لوحة تمثل أسلوب من أساليب الفنان اللي ممكن أنه يستند عليها علشان ينمي الذاكرة عنده والإلهام بالنسبة له. فالعمل عبارة عن طبقتين باللون الأحمر واللون الأزرق، فالأحمر اللي هي الوسيلة والأزرق اللي هي النتيجة النهائية. الشيء هذا ما راح يبين معانا إلا باستخدام اللي هي العدسة 3D. طبعا الهدف من العدسة أن تبين لنا طريقة التفكير داخل الفنان، أن الانتقال هو يمثل طريقة التفكير للفنان. طيب اللوحة الثانية هذه نفس الفكرة حكتها بأسلوب ثاني. أيوة بالضبط. هنا عندنا استخدمت الصورة، الصورة كانت هي الوسيلة بالنسبة لي للإلهام، فشيء هذا راح يبين معاك بالعدسات باللون الأحمر والأزرق. هنا كانت الفكرة استنادا من لوحة فنية لأحد الفنانين القدماء. هنا الفكرة كانت عبارة عن نص، ونشوف الشيء هذا انعكس في صورة البنت نفسها، كيف الثقة والنص وامضي لحلمك واثقا كن في مقدمة الصفوف، فهو يبين عن الاعتزاز بالنفس. في حين أن اللوحة اللي بعدها الأشكال الهندسية، واللوحة الأخيرة اللي هي عبارة عن رسم بقلم الرصاص. يوم تفكرين في عمل الـ 3D يعتبر شيء جديد على طالبات الأميرة نورة، كيف تشوفين نفسك كمكانة مع المستقبل بالفنون البصرية؟ أشوف نفسي إن شاء الله بإذن الله في مكانة عالية، خصوصا أن العمل هذا أنا بديت من البحث حقي، بحث التخرج اللي هو كلنا كفنانين نواجه مشكلة في الإلهام، في مصادر الإلهام، وخصوصا حنا كمصورين، لأنه مو سهل أن احنا نلقى فكرة وله سهل أن احنا نطبقها في أعمالنا. فبدت المرحلة الأولى في البحث وانتهت المرحلة في المشروع، والمصادر اللي أنا كنت دائما أعتمد عليها من نصوص وأشكال وأشياء ممكن تجي فجأة في بالنا. لاحظتوا كلمة جوهرية قالتها، الإلهام للمستقبل. يعطيك العافية وألف مبروك تخرجي. عافيك والله يبارك فيك. العفو. سبحان الله، كنا هي عارفة أنه أنا حق البحر وبرج الحوت، سوت حاجة ربطتني مع الموية، لأنه الموية دائما سوال بالحار لها طاقة إيجابية، فعهد العتابي عطتنا شيء جميل من لمسات البحر. حياك الله. الله يحييك. الشيء الجميل هذا هو صدف، هو أكثر من حاجة جميلة لأنه فيه عمق. خلنا نتشارك مع بعض عنه. أهلا وسهلا، أنا عهد العتابي. هذه منحوتي استلهمتها من أصداف البحر وانسيابيتها، وكيف هي يعني بمجرد النظر لها تعطيك يعني تعيشك بعالم عميق، ويعني نستذكر أول لما كانوا يقولون أن لما تحط الصدفة على أذنك تسمع صوت البحر. أنا وقتها كنت أسوي حركة ذي، بعدين قلت ليش ما أسوي مشروعي بهالشكل يعني. جميلة. أعتقد أنت يعني كل الناس خيو بركة، بس ما أعتقد أنك عشتي في البحر كثير. لا للأسف، يعني أنا إنسانة تحب الطبيعة، يعني الطبيعة مني وفيني طبعا، وكل أعمالي
مستلهمتها من الطبيعة، لكن للأسف البحر بعيد عني. لأنه سبحان الله اللي عاشر البحر كلامها 100% صح، يحسبه وفي له صدى داخلي تحسبه، خاصة إذا كان توك شايله من البحر تحسين كأنه صوت الموج موجود داخلي. فبإذن الله يكون لك زيارة قريبة في الشرقية تزورينها وتلمسين الشاحة من قرب بإذن الله. بإذن الله، يعطيك العافية. الله يسلمك ومبروك عليك التخرج. دام ليش نقول الفن يجمعنا، ففعلا سبحان الله ضيفتنا المرة هذه، لكن اللقاء قبل كذا في الجامعة الأميرة نورة بأعمال قريبة منها، بس المرة هذه ابتكرت شيء مختلف وأجمل. الأخت سارة القراشي نورتي وجملتي عملك اليوم، وجملتي أنه جالسين نشوف حتى الرموز السعودية القديمة بشكل أوضح عن العمل السابق. طبعا عملي هو بالطباعة الفنية، استخدمت الطباعة الفنية، استخدمت الطباعة الفنية دمجت بين نوعين، نوع الطباعة التقليدية وطباعة الديجيتال. طبعا طباعة اليوفي استخدمت قالب أكريليك، الكثير من الناس يحسبونه مراية لكن أنا لا، استخدمت الأكريليك في أعمالي. طبعا هذه النقوش مستلهمة من العلا، من أماكن التراثية في العلا، فحبيت أني أربطها وأحولها يعني بطابع يعني موازي للرؤية 2030، يعني تكون زي ما يقولون مودرن يعني، فهذه الفكرة بشكل عام. بلايس جمالتها، ما احنا دائما نقول انه فعلا لو تطالعون كل مجسم هرمي ثلاث الابعاد شكله مختلف عن الثانية، وكلها تعكس جزئيات مختلفة من منطقة العلا. فاقول لك شكرا اخت سارة، ابدعتينا وربطتينا دائما الشمال مع الرياض. الله يعطيك العافية. الله يسعدك ابدا، شرفنا. وقفة ثانية لكن مع رسم رقمي، لجين الحربي عطتنا العمل جميل تعكس فيه كاريكاتير مختلفة. حياك الله يا لجين. هلا والله. العمل هو يعبر عن مشاعر الطفل، دائما احنا نشوف الأطفال في حالة سعادة، ما نشوف الشيء الغامض فيهم، فنكتشف هذا الشيء من عن طريق الرسم. فإذا تلاحظ كتابات الطفل هنا، الطفل حزين، الطفل في إكس، الطفل يعني عنده مشاعر، عنده اكتئاب، عنده هواجيس، هذه ما تطلع إلا في حالة الرسم. وإذا تلاحظ أطراف اللوحة هذه أفكاره أو المجتمع تبعه، وهو عنده دمية لكن الدمية برضو معكوسة على مشاعره، فتلقاها هنا في الزاوية في آخر العمل. إذا تلاحظ المراية فهنا في جزء مكسور، وهو ينعكاسه على المراية اللي هو الشيء اللي طلع خارج الناس بأنه مبتسم أبدا ما يظهر. وبس الصورة فيها نوع من الحزن صح؟ ليه؟ ليه؟ لأنها حبيت أني أوضح الطفل. الطفل أول شيء مشاعره تقدر تسميها هشة أكثر إلى ماله، ثاني شيء هذا الشيء يعني ما هو بظاهر، فعشان كذا أنا ظهرته. وإذا تلاحظ طريقة الرسم على شكل المسرح هذا أبدعتي يا رجين، وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله المهر الجاي نشوفك أعمار أكبر وإيجابية أكثر شوية بإذن الله. إن شاء الله الله يسلمك. ما بين الطبيعة والإنسان، نجد الشاوي حطتنا مجسم جميل، حياك الله. الله يحييك. ما شاء الله المجسم فكرته جميلة وغريبة، تعطينا فكرة عنها. يعطيك العافية. ضفة جسر ما بين الطبيعة ما بين الإنسان، جردت السلحفة المائية وشكلتها بهذا الشكل، يبين تفاصيل العمل زي ما انتم شايفين الكيرفز اللي موجودة الأشكال العضوية اللي موجودة، هي ما بين الصعوبات اللي موجودة في حياة الإنسان وشلون يقدر يتخطاها بأقل الضرر. طفة ترى فكرة الموضوع يعني مرة عميقة ما شاء الله عليك، وفكرته جميلة بالرغم أنه في غموض في المجسم فعلا. نفسه فعلا حقيقة. المنحوتة زي ما تشوفون 30 درجة لها معاني أيضا شخصية بالنسبة لي. السلحفة المائية دائما لما تطلع من البيضة تمشي لحالها، تروح للبحر لحالها، بعدين تلاقي المجتمع بالبحر يحتويها وينتمي إليها. عشان كذا أنا أحس أني دائما السلحفة المائية شوية تمثلني، لأنها دائما بداية مشوار، طبيعي أني أكون لحالي وطبيعي أني أنا ساند نفسي بنفسي، وبالنهاية رح ألاقي مجتمعي إن شاء الله. وأنا أقول لها من منبر وقفات معامر، لا توقفين بإذن الله، توغل النحت يطالع على مواهب جميلة زيها بإذن الله، أشوفك ضمن العالمية في طوق النحات. شكرا لك، ما تقصر، يعطيك العافية. من المشاعر الجميلة اللي ودي أشارككم فيها
لما أسعد وأفتخر بطالباتنا، طالبات بناتنا، طالبات الأميرة النورة، لما يكون عملهم في بدايته ونشاركهم مشاريعهم ونشاركهم مسيرتهم لين تخرجهم. فالأخت مها العواض تخرجت، ألف مبروك، واليوم جالسين نتشارك معها فرحة تخرجها بأعمالها الفنية البصرية الرقمية واليدوية. مضبوط كذا؟ مضبوط، أيوه. ما شاء الله. إيش الفرق بين اللي شفناه قبل كذا والمرة هذه؟ المرة هذه حبيت أنوع في الترتيب وأركز على الأعمال الأساسية في المجموعة، هي كانت مجموعة من 25 حقيبة. المرة هذه لا، نوعنا بحيث أنها تكون أقل من العدد عشان يكون التركيز عليها، يعني نصف العدد تقريبا. بس أشوف المرة هذه الرسائل أو الكتابات والوصف والرسم مختلف. بالضبط، بحيث أنها تكون حتى من طريقة العرض أنها تكون أوضح حتى للقراءة والإضاءة، فأنها عرضت بهذه الطريقة. المعرض السابق كانت معروضة بالطريقة هذه، فهنا أسهل. إيه؟ أسهل بالقراءة. طيب هنا يجي في خاطر السؤال، لما تجي تبغى تسوي أي تصميم جديد من ناحية الصورة والكتابة والوصف، هل تقرين أو تشوفين حاجة، ولا هي تجيك إلهام في حاجة ما، في موضوع ما وتكتبينه؟ أنا أستلهم من الأدب والشعر العربي، فالمصدر إلهامي هو يكون من الكتب والدواوين اللي أقرأها، الدواوين الشعرية. في هذا العمل الفني استلهمت من ديوان باسم العمل نفسه، هو وحي الهاجرة للشاعر عبد السلام حافظ، فهو كان مصدر إلهامي بأني أصور جمالية المرأة في الشعر السعودي. أرجع أقول لك أختنا أبدعتي ومبدعة لا تقفي، والخبر السعيد في المعرض الجميل، أحد زوار المعرض شار منها المجموعة، أوكي، فندل على شيء دل أنه تذوقا لأعمال مواهب جميلة. يعطيك العافية وألف مبروك. الله يعافيك، الله يبارك فيك. السؤال، هي فنانة تصميم فاشن ديزاين ولا تحب تسوي حاجة من الأعمال؟ شيهان البشر، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كان لنا لقاء من سنة أو سنتين. أيوة صحيح، التقينا ما شاء الله. والحين هذا تخرج خلاص؟ أيوة الحمد لله، تخرجت بفضل الله من تخصص التصوير الضوئي. ما شاء الله. طيب شيهان، خلينا نشارك مع بعضنا العمل، يمكن ناس فاتتها من فترة ما شافته، لكن جاسن يعني خلف الكواليس أعطيتي وصف جدا جميل لفكرة مشاركتك السنة هذه في المعرض تخرجك. أيوة. أولا عنوان عملي بعنوان معاد. العمل الكل لما يناظره يتوقع أنه من جهة الفاشن أو تخصص الفاشن، ولكن عملي يتخصص في التصوير المفاهيمي اللي الأغلب ما يدري فيه وإيش معنى أنه نوصل فكرة للمشاهد. فأنا إيش فكرتي إن كيف نوعي الناس في ظاهرة التلوث البيئي وعادة التدوير في الصور المفاهيمية. استخدمت ألوان حاويات إعادة تدوير لجذب المشاهد، إن كيف ممكن يكون عندنا توعية بالألوان اللي هي الأزرق الأحمر الأصفر للورق وللبلاستيك وللمعدن، فكل الأشياء صنع يديني، فاشتغلتها من ناحيتين اليدوي وكذلك التصوير المفاهيمي. أنا قلتها لها قبل كذا وارجع أقول لها، كونك فكرتي خارج الصندوق هذا أبدأ بحد ذاته. طبعا مع احترامي للدكاترة أخواتي العزيزات، أنه كيف يعطوهم إلهام جميل في طريقة إخراجهم، طريقة إبداع شيء جميل. فاللي شفته اليوم زي اللي شفته قبل كذا، إنما شفت في نظرتك فخر واعتزاز أكثر بإنجازاتي. أي والله، يعني العمل جدا قريب لقلبي، لأن كل قطعة أنا سويتها في يدي ولونت وضبطت، يعني فجدا مهم الصراحة بالنسبة لي. أجل مبروك التخرج المرة هذه إن شاء الله، وبإذن الله نشوفك في الساحة الفنية قريب جدا. بتكوني فاشن ولا بكون مصورة ولكن بلمساتي. إبداع الفنون. الله يسعد أيامك ربي. جمال الفنون بناتنا وأبنائنا للمستقبل، مع رؤية مملكتنا غالية. مسوم الخير، أخوكم عامر الخالدي.